هل تعلمون أن هناك المئات من أشكال المعكرونة المختلفة في إيطاليا وكذلك الصلصات؟ سأعرض لكم اليوم بعض المجموعات الملائمة لبعضها بشكل رائع. أنا كوكر جيرل، مدونة طعام وطاهية إيطالية، وأنا أحب المعكرونة. والآن سأريكم مجموعات الصلصة والمعكرونة المفضلة لدي. نحن نفرق بين المعكرونة الطويلة والمعكرونة القصيرة والباستينا التي تستخدم غالباً في الحساء. لدى كل منطقة أنواع تقليدية من المعكرونة، اعتماداً على الشكل يتم اختيار الصلصة التي تناسبها بشكل أفضل. هناك نوعان من المعكرونة، معكرونة القمح القاسي ومعكرونة البيض، مثل تاغلياتيلي أو فوتوتشيني. يمكن التعرف على المعكرونة الجيدة بأن لها سطحاً خشناً، وهذا يعني أن الصلصة تلتصق بها جيداً، كما هي الحال في هذه السباجيتي. ملكة المعكرونة الطويلة هي الاسباجيتي، لكن هل تقدم الاسباجيتي مع صلصة البولونيز؟ ليس فعلياً. مع هذه الصلصة نستخدم معكرونة البيض مثل تاغلياتيلي، فهي لطيفة وخشنة وتقليدية، التوليفة المثالية. واحدة من التوليفات الأكثر شعبية هي سباجيتي أليو إي أوليو. إنها بسيطة للغاية وسريعة الصنع، وفوق كل شيء أسطورية، وهي ما تسمى سباجيتي منتصف الليل. في إيطاليا غالباً ما نصنعها بعد انتهاء الحفلة، عندما تشعر بالجوع مجدداً قرب منتصف الليل. تضع المقلاة في منتصف الطاولة مع الأصدقاء وتتناولون الطعام سوياً، ويفضل أن يكون ذلك مباشرة من المقلاة. هذه هي معكرونة ريغاتوني، ونحن نصنعها تقليدياً مع صلصة أماتريشانا. لدينا هنا الطماطم المقشرة ولحم الخنزير المقدد وجرعة جيدة من الفلفل. من فضلك قم دائماً بطهي المعكرونة ألدنت، أي بشكل غير كامل. لقد صارت جاهزة تقريباً الآن، ولا يزال بالإمكان رؤية هذا الشريط الأبيض هنا. الآن نتركها للحظة في ماء الطهي، وهكذا تصبح المعكرونة مثالية. صلصة أماتريشانا نستخدمها أيضاً مع معكرونة ميتزي مانيكا، وهي أكثر سمكاً وأقصر من الريغاتوني. مذاق صلصة نورما يكون رائعاً أيضاً مع الطماطم والباذنجان والريكوتا، التنوعات لا حصر لها. تعتبر معكرونة ريغاتوني مثالية لصلصة أماتريشانا، لأن هذه الأخاديد الموجودة في المعكرونة تمتص الصلصة جيداً، وتتناسب مكعبات لحم الخنزير المقدد تماماً مع الفتحة الموجودة في المعكرونة. هنا لدينا التروفي، وهي مثال للمعكرونة الإقليمية، وهي نمطية في ليغوريا، وتقدم مع صلصة بيستو ألا جينوفيز، وهي صلصة مصنوعة من الريحان وأجبان البيكورينو والبارميزان، وكذلك الزيت والثوم والصنوبر. رائحة الريحان تجعلك تقع في العشق. معكرونة التروفي مع صلصة البيستو شيء مقدس، فهما لا ينفصلان. مكتوب على الغلاف أن وقت الطهي هو 12 دقيقة، لكنني قمت بضبط المؤقت على 10 ثواني، لأنني أخرجها مبكراً بعض الشيء وأطبخها لدقيقتين في الصلصة. النشا الموجودة في ماء المعكرونة تغطيها وتشكل كريمة رائعة بشكل مذهل. لابد من لفها جيداً حول الشوكة. وها هي السباجيتي، لا تنكسر أبداً ولا يمكن قدمها أيضاً، لذا لا تضع الكثير. كانت تلك هي الأساسيات التي توضح أي صلصة تتناسب بشكل أفضل مع شكل المعكرونة. معكرونتي المفضلة هي التروفي. استمتعوا الآن بتجربتها، وشهية طيبة.